اهلا يا جماعه، ازيكم وعاملين ايه؟ اهلا بيكم في كبسوله بنكيه جديده. يلا بينا. النهارده فيديو النهارده ان احنا اتكلمنا عن حاجات كتير جدا، او اتكلمنا عن الموضوع ده كتير جدا جدا، ولكن مشكله الموضوع ده ان كنا بنتكلم عن جزء في كل فيديو عن الموضوع ده. وايه هو الموضوع ده؟ وايه هي حلقه النهارده وفيديو النهارده؟ هو ازاي اتعامل مع التحصيل بتاع شركات التمويل السريع الغير مرخصه. الناس اللي بتكلمني بيدعوا ان هم من موظفين تحصيل للشركات دي والابلكيشنات دي، طبعا الناس دي ازاي اتعامل معاهم علشان افتك من شرهم ومن تهديدهم ومن ابتزازهم واطلع باقل الخسائر. ده موضوع فيديو النهارده. يعني كده لازم نفرق بين الولد والبنت في الموضوع، يعني العميل او الشخص اللي وقع عليه الضرر ولد دي هتكون قصة، ولو بنت هتكون قصة. طب خلينا ناخد الموضوع في البداية، ان هو لو هو ولد هيعمل ايه؟ مبدئيا كده هيتواصل معاك احد من بتوع التحصيل وهيبلغك ان هو عايز عليك قرض وانت لازم تسدده مبلغ الفلاني الفلاني ولازم يتسدد. اولا ممنوع منعا باتا ان انت ما تردش عليهم، لازم ترد عليهم. اوعى ما تردش عليهم، ان هم ده هيخليهم يتصلوا بجهات اتصالك. هتروح رافع سماعه التليفون هيتصلوا بيك، اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بحضرتك، كذا كذا كذا، ايوه يا فندم اتفضلي تحت امرك. هتقول لك تعليق قرض كذا 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 كذا، فحضرتك هترد بكل ذوق كده والدنيا ماشيه. والله ماشي يا فندم، انا عارف ان ميعاد سدادي النهارده، ولكن انا ما اقدرش ادفع المبلغ ده دلوقتي عن طريق فوري او عن طريق فودافون كاش، فياريت حضرتك بعد اذنك تبعتي لي مندوب معاه مخلصه بالمبلغ اللي انا واخده وانا اديله المبلغ بتاعه. طبعا هو مستحيل يبعته لك مندوب، مستحيل يبعتوا لك اي حد، يعني الحد عندك. او يا فندم يا ريت حضرتك تعرفيني مقر الشركه فين، وانا اروح اخد المخلصه من مقر الشركه وادفع المديونيه اللي عليا. ولازم حط تحت مليون خط ان انت تتكلم بادب واحترام، لان دول عالم ما عندهمش اي ادب واي احترام. وفي بعض الشخصيات اللي مش كويسه لو اتكلمت معاها بطريقه مش كويسه ممكن يعني تخش في خناقات وجدالات وكلام مش كويس، واحنا مش عايزين كده. عايزين كل الكلام يكون لطيف عليك وان شاء الله اسود عليهم، لان هم مش شغالين قانوني ومش شغالين مرخصين. فهتطلب منهم الطلب ده، طبعا هم هيبداوا يرفضوا رفض كامل وتام، فانت لازم تبرر لهم سبب رفضك ان انت تدفع فوري او فودافون كاش. لازم يبقى عندك سبب. هتقول لهم والله يا فندم انا حصلت معايا مع كذا ابلكيشن، خدت قرض وتم السداد، اتصلوا بيا وتم السداد بالفعل عن طريق فودافون كاش، وقالوا لي احنا المبلغ عندنا ما سمعش وانت ما دفعتش حاجه وعايزيني ادفع تاني في فوري. قالوا لي في فوري بعد ما دفعت وبعت لهم وصل السداد، قالوا لي لا يا فندم ما تمش السداد وادفع تاني. فانا مش معقول انا دلوقتي خلاص اجتنبت طريقه الدفع بقى فودافون كاش وفوري، ومش هدفع ولا فودافون كاش ولا فوري. انا الطريقه الوحيده اللي هدفع بيها تفصلوا لي مندوب او قولوا لي في مقر الشركه بتاعت حضراتكم انا اجي لكم ادفعهم واخد المخالصه، لان انا مش هعمل ابو هدفع فوري ولا فودافون كاش وما يسمعش وتقولوا لي لا ادفع تاني. ده مش هيحصل، انا ما عنديش مشكله في الدفع، ولكن زي ما قلت لحضرتك توضح لها ان هي او توضح له ان هو يجيب لك مندوب. طبعا هيقابلوا الموضوع ده كامل بالرفض، ولو قابلوا الموضوع ده بالرفض قول لهم خلاص يبقى انتوا خايفين من ايه؟ لما ترسلوا لي مندوب مفيش اي مشكله، انا مش خايف. عايزين بقى انتوا تتجهوا وتكلموا. لو لقيت بقى الكلام هيبدا يخش في كلام عنيف، مثلا احنا هنعمل وهنسوي، لو لقيت الكلام هيخش في كلام عنيف في تهديد، ساعتها هتخش انت نفس الكلام زي ما هو بيهدد، انت كمان تبدا تهدد وكمان تنفذ تهديداتك دي، انه لا انتوا عايزين ايه؟ انتوا جماعه مش مرخصين، فمش من حقكم اصلا ان انتوا تطلبوني بالفلوس دي، ولكن انا هسددها عشان خاطر دي دين عليا، انا هسددها، ولكن عشان انا خاطر اسدد الكلام ده لازم اضمن حقي زي ما انت بتضمن حقك. مش انت بتضمن حقك عايز فلوسك، لازم انا كمان اضمن حقي. اضمن ان انا لو حولت لك فودافون كاش زي ما حصل معايا مره واثنين وثلاثه قبل كده، يقول لي يا فندم انت ما دفعتش، انت ما تمش الدفع، ما سمعش عندنا في السيستم، فبالتالي هضطر ان انا ادفع تاني يعني ولا ايه؟ لا ما هو ده مش نصب، ما ينفعش، ما
ما ينفعش كده. وبعدين انت دلوقتي بتهددني بكذا بكذا، لا ما انت مش مرخص، انت كمان انت مش مرخص، وانا عايز اديك فلوسك عشان دي دين، عشان دي دين عليا، انا عايز اديها لك، ولكن اديها لك بمخالصه، ابعت لي مخالصه بمندوب او قول لي فين مقر الشركه واجي لك واخد المخالصه بتاعتي وتاخد فلوسك، انما ابعت فلوسي كده وتقول لي تطالبني بيها تاني وتهددني تاني، مفيش الكلام ده. انت دلوقتي لو بقى دخل في تهديد اكتر واكتر، قول له ساعتها انا مسجل المكالمه دي، والمكالمه دي هعمل بيها محضر ان انت راجل بتهددني وانا بطالبك بالصح وانت الغلط، وهعمل بيها محضر وهجيبك، وساعتها هينهي معاك المكالمه. طب لو بداوا يكلموا جهات اتصالك، ساعتها هتوضح لجهات اتصالك، والله يا جماعه انا حصل معايا كذا كذا كذا، وقعت في فخوخ ابلكيشنات التمويل السريع دي، وقعت في فخوخه يعني، وقعت في الفخ ده مش قادر اعمل ايه، انا دخلت بالصدفه لقيت على جوجل بلاي اعلانات برامج تمويل، ففكرتهم انهم ناس مرخصين، خدت من كذا ابلكيشن، بعد ما خدت من كذا ابلكيشن ابلكيشنين اتنين او ثلاثه سددت لهم بالفعل فودافون كاش وفوري، قالوا لي ان انت ما سددتش ولازم تسدد تاني. فبالصدفه يا جماعه عرفت ان هم يا جماعه نصابين وعايزين ينصبوا عليا، طب انا ما اعرفش، وقعت في الفخ دوت، دفعت الفلوس وبيقولوا لي بيطالبوني بالسداد تاني، فانا مش هسدد تاني يا جماعه، وبعد اذنكم ادي المكالمه اهي اللي انا مسجلها، ان انا بطالبه ان هو يرسل لي مندوب وادي له فلوسه عشان اخد مخالصه مش عايز، او يقول لي مقر الشركه فين عشان اروح مقر الشركه وهو مش عايز. يا جماعه الناس دي لو هي مش نصابين وحراميه هيوافقوا، انا بطلب شل حقي، وانا مش عامل اي حاجه غلط، انا ما بعملش حاجه غلط، انا من حقي ان انا اخد مخالصه بسداد المديونيه بتاعتي. فبالتالي الجماعه دول نصابين وحراميه، اي حد يتصل عليكم قولوا له والله هو الراجل ما قصرش في حاجه، قال لكم ابعتوا له مندوب يدوا له مخالصه واديكم فلوسكم، او كمان تقدر ترد رد تاني ان المشكله دي مع الشخص الفلاني، ما تتصلش بيها تاني وتخليه يعملوا بلوكات للناس اللي هتكلمهم، ان المشكله دي خاصه باحمد مثلا، فدي مشكله خاصه باحمد، ما تكلمنيش انا تزعجني انا ماليش دعوه، هيبدا يقول لك ايه هو حطك ضامن. ساعتها اقول لهم مفيش حاجه اسمها ضامن، ضامن ده لو انت ضامن في وصل امانه، ضامن في شيك، ضامن مفيش حاجه اسمها ضامن، هو ايه اللي حطك ضامن؟ قول لهم يا جماعه دول اخترقوا بياناتي وخصوصياتي وخدوا صوري وخدوا صور بطاقتي وخدوا حاجتي، فازاي تثقوا في الناس دي؟ يا جماعه الناس دي انا هعمل لها محاضر عشان جهات اتصالك تكون عارفه القصه صح، وتكون القصه 100% مظبوطه، وانت اللي ما تتاذاش وانت اللي ما تتضرش. يبقى ده التعامل بتاعك لو انت ولد، لو انت بنت، لو انت بنت تخلي بالك، ممكن ولد يكلمك وممكن بنت، لو ولد بيكلمك ما تتخليهوش يتجاوز معاكي في الكلام ايا كان ايه هو ولا ايا كان المبلغ اللي انت واخداه، ده رقم واحد، ما يتجاوز، لقيتي في تجاوز في الكلام بيخرج عن النص، بيخرج في الكلام اللي في صلب الموضوع، اعملي له بلوك فورا، اعملي له بلوك فورا. ده البنات. بالنسبه للبنات هخش بجزئيه التهديد، لو حد هددك بصورك، لقيتي حد هددك بصورك فورا خدي الموبايل بتاعك بالتهديد بصورك بالواتساب بكل حاجه، روحي مباحث الانترنت تعملي محضر، اعملي محضر ضد اللي بيهددك بصورك. ده شيء مهم جدا بالنسبه للبنات، ان في بنات بتاخد برامج تمويل للاسف الشديد السريع وما بتبقاش عارفه بتقع في الفخوخ دي. طب انت هتطبقي لو ما لقيتيش تهديد بصورك وتهديد ببياناتك وخروج عن النص، حد بيعكسك او حد بيكلمك او حد بيخرج بره الموضوع، لو هو ولد تيجي الحاجتين دول، لا ولا تهديد ولا خروج عن النص ولا تهديد بصورك، تعملي ايه؟ تتعاملي نفس التعامل بتاع الولد بالظبط اللي هو انا شرحته دلوقتي يا جماعه، تمام. لو معاكم اي مشاكل بقى بعد كده، لو يعني في اي حاجه اي مشاكل تقدروا تتابعوا معايا في اللايف، لكن الواتساب ما بنردش عليه، ان رسائل الواتساب كتير جدا ما بنردش عليها، الواتساب اتقفل يا جماعه واحنا بنوضح الموضوع دوت. لو معاكم مشاكل زياده عن كده يا استاذ احمد، عندي مشاكل زياده عن كده، اتواصل معايا انا، تواصل معايا انا عن طريق ايه؟ عن طريق لايف بنعمله كل اسبوع او كل 10 ايام، وبنبلغ في المنتدى يا جماعه، تابعوا المنتدى عشان كده اشتركوا في القناه يا جماعه. 70% من الناس اللي بتشوفني مش مشتركين في القناه، ارجوكم اشتركوا في القناه عشان خاطر تقدروا تشوفوا اللايفات، وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا المنتدى، انا بكتب في المنتدى لما يكون في لايف. وبشكركم شكرا جزيلا، وده كان فيديو ازاي تتعاملوا مع مندوبين التحصيل بتاعت شركات التمويل السريع الغير مرخصه. الف شكر ليكم، ما تنسوش تدعموني باللايك وتعملوا شير واشتراك في القناه، وطبعا تفعيل زر الجرس حتى يصلكم. الناس اللي مش عامله لايكات يا جماعه، هو لو الفيديو ده هو اللي انت بتتفرج عليه اخر فيديو، هو معلش نقفله، هتروح حاطط لايك سهله جدا، هي لايك هتلاقي حتى ايموجي هالو كده ظهر لك بعد اللايك، واشتراك وتفعيل زر الجرس. الاشتراك بتعمله ازاي؟ يعني انا عشان مشترك انا الغي الاشتراك بس وقت الغوه يعني،
هيظهر لك هنا كلمه اشتراك اهي باللون الاسود اهي، هتروح دايس عليها تمام، تمت اضافه الاشتراك، ودايس هنا كمان عند الجرس هتلاقي كلمه مخصصه، لو هتلاقي عدم تلقي الاشعارات، لا انت تتلقى الاشعارات عشان في الفيديوهات الجديده، هتلاقي مخصصه دي سيبك منها تخش على الكل، تدوس على الكل بالتالي تتلقى كل الاشعارات، فكل الاشعارات انت هتوصلني هنا، وهنا تروح انت ايه حاطط لي لايك وتدعمني بكومنت، لو شايف عايز تسال عن اي حاجه ادعمني على كومنت، بشوف كل الكومنتات انا بشوف عليها، وحتى لافات ايه بحط لكم لافات وبرد عليكم في جميع الكومنتات، يبقى لايك سهل اهو، اهو اللايك اهو تاني، والاشتراك هنا هتلاقوه هنا عند الجرس، فعلوا زر الجرس. شكرا لكم جميعا، بحبكم كل جديد، السلام عليكم.